هم احسن مستوى متقدم احسن او احسن هم خسروا المباراه في الدوره دي بس بص يا كابتن يعني فتحوا الباب ودخلوا كامل قناه النادي الاهلي وبص السعاده لا جو جميل جدا لا 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 هم الناس لا هي الدوره احنا عادتنا يا كابتن لازم احنا شعب طيب ودود اساسا لسه بنقول معز بن محفوظ المدير الفني لفريق الاتحاد الليبي مع زميلنا محمد سعيد اتفضل يا محمد شايف احمد نعيم بره هيثم السعيد تحياتي ليك مجددا من صاله الامير عبد الله الفيصل وقبل انطلاق مباراه الاهلي ووداد سماره مع الكابتن معز المدير الفني التونسي لفريق الاتحاد الليبي كابتن معز بنرحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي وبنقول لك انجاز كبير ليك ولفرقتك وفي ليبيا تحديدا ان اول فريق جماعي يصل لمباراه نهائيه في لعبه كره اليد في البطوله الافريقيه اللي نظمها الاهلي هذا العام بسم الله الرحمن الرحيم اولا نشكر اللاعبين اللي قاموا بمردود كبير فعلا احنا شاركنا ببطولة عربية الشهر الماضي قمنا بانجاز تاريخي بالنسبة للاتحاد الليبي تحصلنا على المرتبة الثانية واليوم احنا تحصلنا على معناه وصلنا للفاينل زاد انجاز في حد ذاته اللي نعلمه انا معناه احسن مرتبة تحصل عليها الفريق الاتحاد الليبي هي المرتبة الخامسة في البطولات الافريقية الحمد لله على الانجاز هذايا وهذايا الفضل كله يرجع لاداره نادي الاتحاد الليبي اللي اعطت الثقه فيا وفي اللاعبين واللاعبين اللي قاموا بدور كبير وكانوا مركزين في البطوله هذه وان شاء الله القادم افضل. حققت الفوز على جي اس كي الكونغولي 23-22 في اللحظات الاخيره، كانت مباراه عصيبه لفريق الاتحاد الليبي، كيف تراها وتقييمك او كيف تتابع المباراه النهائيه خاصه ان احد الفريقين كان معك في نفس المجموعه فريق النادي الاهلي. صحيح كانت مباراة صعبة كما مباراة الربع النهائي مع فريق هليوبلس المصري اللي هو فريق ممتاز يلعب في كرة يد حديثة الحمد لله اللاعبين معناه في الستة شهور اللي دربتهم غرسنا فيهم ثقافة الفوز كيفاش في الدقائق الأخيرة كيفاش يتحملوا معناه يلعبوا مع الوقت ومع النتيجة الحمد لله نجحنا في مباراة هليوبلس واليوم نفس الشيء كنا في بين الشوطين منازمين فرق هدفين عدلنا شويه الدفاع نتاعنا واخترنا اللاعبين اللي عندهم حركيه اكثر والحمد لله نجحنا وكنا فايزين في الاخر ان شاء الله نهائي عربي باذن الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله نهائي عربي ان شاء الله نقدم وجه باهي لكره يد الليبيه ويتعدى نهائي ممتاز ان شاء الله مع يكون عربي ان شاء الله كابتن معز بشكرك بتمنى التوفيق لفريق الاتحاد الليبي والكره الليبيه شكرا يعطيكم الصحه انتم شكرا جزيلا كابتن هيثم السعيد هذا اللقاء مع الكابتن معز المدير الفني لفريق الاتحاد الليبي الذي استطاع لاول مره في تاريخ ليبيا في كره اليد يصل لنهائي بطوله قاريه افريقيه والمواجهه المنتظره باذن الله في هذا التوقيت الاهلي ووداد سماره بيستعدون في هذه اللحظات لانطلاق هذه المباراه في السابعه على صاله الامير عبد الله الفيصل وهناك جمهور اتى من المغرب تشجيع فريقه وايضا هناك جمهور من النادي الاهلي دخل الان الى صاله الامير عبد الله الفيصل يقدر عددهم من 150 الى 200 مشجع مع جمهور النادي الاهلي اليك الكلمه كابتن هيثم شكرا جزيلا محمد سعيد لقاء جميل جدا الحقيقه لما نعرف